صباح الخير. النهاردة فطاري هيكون برا، وبحاول اكل حاجة طعمها يكون حلو مسكر يعني، وفي نفس الوقت صحي. بس قبل اي حاجة، لو مكنتوش مشتركين في القناة بليز اعملوا سبسكرايب عن طريق الزر الاحمر تحت الموجود تحت الشاشة، واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة. وعاوزاكم تقولوا لي تحت في الكومنت فطرتوا ايه النهاردة. وخدت الكيكة الجميلة دي، معمولة من دقيق الرز وعليها لوز ومحشية كريم تشيز وبلوبيرز صوص، طعمها ما بين البسكوت والكيك وطعمها حلو. وده لاتيه بلبن اللوز، طعمه حلو قوي وفعلا جميل قوي الكافيه لما بتكون الصبح كده بتفرق. بنيجي لوقت الغدا، ودي فراخ مفرومة حطت ملح فلفل كزبرة وكمون وفلفل اسود. انا قلت فلفل اسود قبل كده مش متأكدة. وده كاري بيضيع زفاره، بيدي تويست هندي خطير. ودي كزبره طازه حبه حلوين مفرومين وحطيتهم عليها، وهعمل ميكس بايدي وهشكلهم على شكل كرات في صينيه عشان هدخلهم الفرن. ودي رستومه بقشرها، هدهنها زيت زيتون من بره على خفيف عشان هشويهم كلهم تقريبا 20 دقيقه. ودي طماطم معصوره هحطها في الحله، عليها فلفل اسود وملح طبعا وورق لورا ودي قرفة. وده سكر بني، لو ما فيش سكر بني ممكن ابيض عادي. واغطيها لمدة 20 دقيقة، وهزود مية اذا احتاج الامر، حاجة بسيطة. وبعد ما استوت الكفتة هحطها على صلصة الطماطم، وهقشر الثوم، وتقشيره سهل جدا. وانا هستخدم بس نص كمية في الأكلة دي، وهشيل التانية في علبة بغطا في التلاجة أو في كيس في الفريزر. ريحتها مشوية وبتدي طعم سكر حقيقي طبيعي للأكل. هحط نص كمية من التوم بيوري على الكفتة وهغطيها لمدة 10 دقايق، وبعد كده هغرفها في طبق التقديم أو الطبق الأكل عادي. الكفتة هعمل جنبها رز بسمتي. جبت مية حبة حلوين، حطيت ورقة لورا وقرفة وحبة هين، وهشيل معلقتين من المية تسخن في فنجان قهوة عشان احط شوية زعفران بسيطة واسيبهم على جنب. هحط كوباية رز على المية، ولما الرز يستوي نص 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 سوا يعني هصفيه من المية. طبعا المية فيها ملح من الاول، وبعد كده هرجعه تاني الحلة وهضيف الزعفران بالمية اللي كانوا في الفنجان، وهغطي الحلة لمدة 10 دقايق او اقل حسب نار هادية. وبعد كده هشيل الغطا وافركه بالشوكة علشان يكون مفلفل بدون اي دهون. الكفتة لما استوت حطيت اكسترا فيرجن اوليف اويل عشان اخد الفايدة. وبعد كده هغرف الرز كمية اللي تناسبني والكفتة كمان، وهيبقى طعم الزيت الزيتون الاكسترا فيرجن باين. وهرش بقدونس عشان الفايدة والشكل والالوان. الريحة جميلة جدا، خفيفة جدا، هيلثي جدا، وطعمها يجنن. وقت السناك وانا هاكل اسبارجس. دايما ناكل حاجات خضرة واحنا مغمضين، بتبقى مفيدة قوي. هحطه في صينية عشان هشويه، عليه زيت زيتون كالعادة وملح. هدخله الفرن، بياخد تقريبا 20 دقيقة في الفرن بتاعي. وطلعته وده شكله لما استوى. هحطه في طبق بطريقة كده مربعات عشان يبقى شكله حلو كده، وارش عليه جبنة بارميزان. وقت العشاء مفيش احسن من شوربة العدس في الشتاء، وانا بعملها بطريقة صحية وسهلة قوي. وحطيت هنا بقدونس بشكل كيوت. انا هنا جبت بصلة متوسطة، حطيت زيتون خفيف وفلفل، وهشويه في الفرن برضو بياخد 20 دقيقة. وهنا كوباية عدس اصفر وجزرية متوسطة قطعتها كده بطريقة عشوائية، وحطيت مية ورق لورا وفلفل صحيح وحبهان معاهم وملح. طبعا التوابل دي حسب الرغبة. وهغطيها تقريبا لمدة 20 دقيقة تقريبا. وبعد كده هنا جبت البصلة بعد ما شويتها هحطها معاهم وغطيها 5 دقايق. وحطيت هنا كمون وكزبرة في الاخر، وبعد كده هقلبها وحطها في الخلاط، بس ممكن تربيها بأي حاجة عندك. وهنا قدمتها مع نص عيش اسمر
انا كده كفايتي من الكارب للنهارده، هيبقى هو ده طعمها حلو قوي وبتدفي ومفيده جدا في الشتاء بالليل. جه وقت الحلو ومفيش مانع نحلي بطريقه صحيه، فريرو روشيه بطريقه هيلثي. ده طعم شلت منه النوى وحطه في الفود بروسس، وبعد كده حط معاه جوز الهند. ممكن تستبدلي جوز الهند باي مكسرات بتحبيها، ودي شوكولاتة غامقة 70% كاكاو، مفيدة قوي لانها مضادة للاكسدة ومفيهاش سكر تقريبا. وبكسرها عشان احطها في الميكرويف، هدخلها الميكرويف 30 ثانية واطلعها واقلبها من معلقة، وكمان 30 ثانية لغاية ما تسيح، ولما تسيح هحط عليها معلقة لبن واقلبها. متحطهاش فترة طويلة عشان تتحرقش منك مرة واحدة. وده التمر شكله لما اتخلط، التمر كل 30 ثانية توقفي الخلاط شوية علشان يستريح عشان ما يبص منك لغاية ما يتطحن. هو هياخد وقت شوية بس لازم تصبر عليه شوية. وبعد كده هخلطه بالشوكولاتة، وحطت ربع معلقة زيت جوز الهند وكوره، وحط في طبق تاني كاكاو خام وقلبه معاه، وقلبه كده معلقتين وطلعه لغوصة شوية. بس هي دي متعة الطبخ، ان انت تحسي في كل حاجة بايدك. لما بتحبش الكاكاو ممكن تعمليه في اي مكسرات او شوكولاتة مبشورة او جوز الهند زي ما انت عاوزة، بس طعم الكاكاو كده بيبين الشوكولاتة اكتر. طعمها جميل جدا، ممكن تاكل كسناك، انا عن نفسي بموت فيها كسناك، فطار غدا، بحطها في السموذي جنب القهوه تجنن. مفيده قوي وبتدي طاقه على فكره يعني في كل الاوقات. وده كانت كل اكلات النهارده، يا رب تكون عجبتكم وتصبحوا على خير.